الكرام كذلك بدأنا أخطر لتوكي بلتن مباراه السابقه كيلعب مستوى الدفاع اليوم كان السيد صمروان ذاك مستوى وليد حشام واشرف حكيم اكيد لم يختبروا كثيرا في لقاء اليوم لكن يبان بانه لمسه ايرفي رونار على مستوى الدفاع ادارات وحتى الارتقاء والصعود كان بطريق تشميله من جانب العميد مروان ذاك كوستا يتمكن مروان من تسجيل الهدف لفائده المنتخب الوطني المغربي ذكر هو الهدف الاول لمروان ذاك كوستا بقميص المنتخب الوطني المغربي يعني اسطنبول باشاك بشيرة تركي المباراة